أنا بقول سعد محمود حفلي من محافظة أسوان مركز كابون برزقات. يا مشير افهم اللي أنا بقوله إيه. بقول لك أنا راجل مرزقات، يعني أنت أنا فاهمك وأنت فاهمني، مش بالهرج. بل أنت ما نزعتوا صلاحية مجلس الشعب، نزحتوها ليه في خلال 48 ساعة؟ إيه السبب؟ ها؟ أمال الناس اللي قتلت الثوار في الميادين جمهورية مصر العربية، ها؟ قتلت العيال دي، الشباب اللي زي الورد، الشباب اللي زي الورد موتوه ليه؟ ها؟ قضيتهم الهرد عليهم سنة ونص، سنة ونص، تمام؟ سنة ونص ما حكمتهمش، في خلال 48 ساعة سحبت مجلس الشعب. هو مجلس الشعب إبداع، إبداع المجلس العسكري ولا إبداع الشعب؟ جننوني، جننوني يا إخواننا، قولوا لي إيه؟ مجلس الشعب ده بتاعنا إحنا، إبداع الشعب. لو هو المبنى بتاع أي بني آدم فيكم، إبداع الجنزور ولا المجلس العسكري ولا إبداع مبارك نفسه اللي جيت أبوه، تعال قول لي، قول لي ده بتاعنا. أما مجلس الشعب ده بتاع الشعب، تنزحش صلاحياته، ده نمرة واحدة. نمرة اتنين، هل الدكتور محمد مرسي اختاروه الشعب كله؟ ما تبصليش المنايفة ولا الأقصر ولا اسمها الغربية، برضو اخواتنا، برضو اخواتنا وعلى راسنا من فوق، برضو اخواتنا وعلى راسنا من فوق، برضو من ضمن الشعب المصري. يا بالشعب، هل راح تديله شهرين وتقول لي بالسلامة؟ حورينا تيتو ولا حل جحوش؟ لا، اصحى اصحى، الشعب المصري مش راح ينام، الشعب المصري في الميدان، والصعايده وصلوا لك، من الصعايده وصلوا كبير وصغير.